إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد كوبيا فرتن وحين مريني وضع هذا الكيد أحمري أبو بكر رضي الله عنه خليفه مسلمين تاعي عمر وولدت شنا إيو oo doonayo inuu xilka ku wareejiyo haday tiisi noqoto marka Umar wuxuu yiri ruwayda ka buu ku yiri hadegdegin u kaadiya Abu Bakar Abu Bakar markuu xilkan ku dhiibayaa buu hadegdegin inni akhshaan waxaan ka baqanay waxaan u baqayaa ala nafsi nafteyda aan u baqayaa xilkan culus ayaan uga baqanayaa inaan ka soo bixi kari waayo وعلى ديني دين تيدا يعباد ديدا أيان وقبقى يا إن وحيي لك سو قادو وآخرتي آخرة ديدا إن دي بيقى سو قادان كيا بيا أنا جحلك إيقدا علي سكيسة ما حملي كريا دولا أبو بكر وحو يري تلوينك أبو بكر بلو فرسو إيا سيد وقف كريا عقلية دا كترتا وحو إن هذا الأمر أرهنتن أو مامولك إسلامك ليهلكو وحكو هلاك سما أو كبابا فيه أمركا أو أطراد المسلمين تقبل شديدة إثنان لبنن أياكوها لك سمه يا عمر عمرو لبضان وحك ليهين رجل المدوان يضمع تعال في الخلافة تبو تعاليها إن لو ديب مسؤولية ضدك المسلمين تا مضح إنه نقض عالمك إسلامك وهو إساق أو يعلم أن غيره عد آن إساق أهين إيا عدك لإن أحقك غها بونتها به إساق بها خلافة بها خلافة إساقو أوك دادكالي وكاقوة ناكسان إني تيران ننكا إساقو لها اللي إيديبو وكوها لاك سمابون أو أقدرو أوك أود بضن عليها خلافة منه كان دونية هادي اللي أركو نين مدح نمد أو عرارية مسلمين تاينو قبطو أو إساقو لها اللي دورتو أو إن لقاقوة ناكسان يحين أوك كاسي وكوها لاك سمابون والرجول ننكا لنو وكوها لاك سماه oo iyo abaaha madaxnimada islaamka diidaya idaa uridata calayhi hadii loo soo bandhigo oo la ila qabo wuxuu isagoo yaclamu og ka la leeyahay qabo annahu inuu isagu aslaxu naasi yahay dadka ugu haboon dadka ka ugu haboon laha madaxnimada islaamka ninka ugu haboon inuu yahay oo ninkaga wanaagsan jirin oo la yiri qabo oo hadana diidaya inuu ku halaagsamaabo oo aduu ka hanqonin وأقدرها نك وأود أقدرهم إنه يهني نك وأود بضم تذكر مسلمين تأه عليها مضح نمض إسلامك عليها خلافة نك قبنا كرم مالين تأين يهني أودت كين أيلين عديقة أقوى لسان نو أرمي أوديد يارو هلاك سما بولا كاه نقرن بولي تهربا محدود يعني كاسي تهربا يسقو كعرية من حمل الطبيعة إنه حمبارو أو حلك قاضو أو هدو يسقى الله راعه wixii ka dhasha iyo qaladaad haduu la yimaado isaga oo ka baqaya oo ka carraya taa oo xilna cayb ah iyo diidaya inuu mas'uuliyad qaado iyo wadannan isagoo ku bakhaylaya muxuu ku bakhaylaya bikifayati kartida Ilaahay uu siiyay ayuu ku bakhaylaya oo uu diidaya an yabdulaha inuu kartidiisa ku bixiyo fi khidmati nnas dadka inuu ugu adeego wuxuu ku bakhaylay awoodi Ilaahay siiyay iyo kartidii Ilaahay siiyay inuu umada ugu adeego labadaas way ku halaagsamaanay adigu ka hor ma tihiday isagoo laga wanaagsan yahay doonayay han noqon ninkii ugu wanaagsanaa ee loo soo bandhigay ee diiday xilnacayb aawadi iyo isagoo ku bakhaylay kartidii Ilaahay galiyay inuu umada iyo diinta Islaamka ugu shaqeeyo Umar baayri ya Abu Bakr Abu Bakr arjuka waxan ka sugaya ka filaya أن ترحمني إن هذه جن حريصته
من الحساب حساب إن لا يويديو حساب حساب إن يويديو حساب العسير أذق يوم القيامة ما أنت قيامة حل كان هذه صاريسو حساب أذق باقتن بيسا حساب تأيجن حريسو سيدا سان كافلنا يا وأني حل كان يويداري وعد كلا أديب أبو بكر بعد ويا حكا ورجو أنا هين جو أنا هين يا عمر وعمره إن الإمامة نينك بقر كا العادلة يا حق صورك يا حق قارئة إن إحدى أقول وحكم ديها إلى من السبعة تضبضة الذين تضبضة يذلهم الله إلهي أهريه في ذله هركيز أي كتر أيوة ماشى خير كبر لقش قيسته هدي عادل آت نقطه يوم الله ذل مارين هرك لبقى نشرين إلا ذله إلهي هركيز مو يعني واربقر كعادل كاهي وحكم ديها تضبض إلهي أهريه وهذا عادل نقطه إذا هذا أرن ملك لبقى كهلي أياد مامل كان كهليسة اللي إلهي بقى لقوا عابد عدالة إيقر صورك إيهو قانك إيه وقت قاد بحر إيه ومضى دوش غين إيه أجري بقى كو قترة هذا العدالة سكتو عمر بقى يبكي عمرو أوي رسول ومن لي يا أبا بكر بذلك أرنتها يا إيهي يا إيهي كريا أرنتها إنان يعني كو قوليسين عادل نقول أيو يا إيه دمانت قاضية من لي بذلك أرنت هيا أي هيا من لي بذلك أرنك هيا أي هيا الشيء يسوع يا أضلاع ذهاي يعني عادل هذا نقطه ترى كذا سات كوجاري يا إنا كوجاريو يا أنسان نقول يا هيا أو حل قاضية أبو بكر بقول الله لك بذلك يا عمر إلهي بكو حل قاضية إلهي بكو أسطري دونا إلهي بكو أسطري الله لك بذلك إلهي بأضلاع ذهاي بقول إلهي بأضلاع ذهاي كوجا أسطري أرنت ها ودري كذا كوجارسية الله لك إلهي بكو سوناذي بقول إلهي بعد لذا بذلك أرنتها وإلهي أرنتها الله لذا الله كو أسطري جيس إلهي ما حلب ولي وإلهي بجوش كسينة حلك قبو أمة أو قبو عدك قل أن تم هي عمر روح ليا أبا بكر أبا بكرو إنك أدق ما أنت حلك أدقول ريح يساي غدا بري أو ما أنت قيامها لن تغني عني وحبي يقتري ميسد من الله حق إلهي شيئا وحي راضي يقتري كتامشتو ودم بيجي ما قادي كرتيد حسابنا هذي الله يدمو يجي مهر توكسن كرتيد ما أنت الحل بعد يقول على دين إسح أنا جرنا ينين وحن كل مدونة إلهي يرتيس نحب يجي ترميز أو بكر روح لنا شتوك وروحن كوجو داري بالله إلهي بان كوجو داري الذي أله بان كوجو داري يعلم أك ما في نفسك وح نفس هذا كتر أوده يوونا جيا عمر عمره الله سان كوجو داري الله سان كوجو داري الله نشدتك وحن كوكو داري أيو دي ما يه بالذي الله بالله إلهي الذي الله يعلم ما في نفسك قلبك وحا كترى الله الضالة عني أورك أيام كوكو داري يا عمر عمر هل تعلم مؤكتهي في المسلمين المسلمين تم أنت ميادك أكتهي من هو إساق أصلح كاغا هبون لها بقرطو يدا إيا خلافة إسلام كمن كأدقة بل إلهي بان كوكو داري إلهي أورك الله أكبان كوكو داري هذا دوقت هاي لين كأجوان أحسن ميو كرا وأدي شيء كرتا عمر روحه في المسلمين مسلمين توحى كتيرة هذا داري سي من دد بقى كتيرة هو أفضل إجا فضل بدن مني أنا جو إجا أجري بدن يا أبا بكر أو بكره مو أراني نيجوان أحسن بكرة معمولك وحده إجا فضل بدن مع مسلمين تكتيرة أو بكر روحه لي ولكن هساهاته أنت على أولاك جهبون هلا جاب فضل بدن عضو لكن أديك كذا هبون بها مدحت إن ماذا هي خلافة عندي أنا وسان وأركه يا أبا حفص فضل معها عبادة معها وحي أبا هنتهاي مامل يجو عن قادشو عقلية يجو مارته أركت دير أي أبا هنتهاي مامل خصفوين جارو دونيا وحشرين العبادة بدن أن صفوين كمامل كله هين بق وحمر كالودي بق عبادة غير استفاد مامل كله يهو جامد لي مرقوا حلي يا هاي ka alle oo iga fadli badan yahay sheegaysay kuwaasi saada kaga habboon xaga maamulka yaani qofu haduu yahay nin ciyaado badan oo masaajid gal ah oo hadalna ku jiro oo aan maamul waxba ka aqoon waxba looma dhiibto oo waa lagu jabaa ee ciyaadadiisu isaga u gaartahay laakiin ka ciyaadada yar ee laakiin muhannik siyaasi hadii ciidan la dirayo nin ciidanka yaqaana oo military ah oo guuleysan kara loo dhiibayo nin masjid kale ahon ciidanka dhinac laga qabtaba aqoon loo dirimaayo waa saaso kale madaxnimadu ma aha in qofku masaajid ku jiro
waxay doonaysaa go'aamo iyo arrimo kale iyo aragti iyo caqli iyo hoggaamin iyo maamul wax kale u baahan tahay uma baahna cibaado keliya inuu qofku cibaado leeyahay baa wanaagsan cilmi la leeyahay laakiin sifooyinkii maamulkana inuu leeyahay عمر روح الألا تستشير المسلمين مئات مسلمين تلا تشتت وضح ويديسد في ذلك أرنتها أولا قل قهري يا أبا بكر أبا بكر فلنت أنا لقي ويدين مسلمين توح ويديو بالوحى كولات كولات تليان راع مئات راعد وحب الله غي أبا إن أنا يدون إنو نكال الدون يعني بالمسلمين تمئات وح ويديسد أبا بكر روح لصاف عرو وان يلي دونا يا أبا حفسين أبا حفسيو وان لا تشن دونا مسلمين تو وان يلي لقد كفيتو waxa la igaga filaaday imaka alaqabatul kubra dhibaatooyii ugu weynayd oo aduun ila doqolaata ah ayaa la igaga filaaday marka fakulu shay wax waliba bacda ha dhibaatada hadaan ka gudbo adigu aqbashay kadib hayinu waa wax dhibi xayalo kale sahlun oo fudud biidin ilaahay ilaahay ogol ilaahay idinki koo kan way dhibi laan doonaan dadkan waa waydiin doona anaana ku qancin doona inay arintaada aqbalaan waxa kale ma fudayd buur bitasarruf waxba laga bedelay min masraxiyati alqawiyil amin عنوان أها أو قرين لها علي أحمد با كثير أيها لغا سوقاتي هذا لكن نمبا قري كل قهري دبنا هلكنا لغا سوقاتي وحنوا لغا دري وحنوا لغا بدلي سوي سوق قري لكن موضوعا ننكا سامر قرك هلو فالي أولا هذا ما أقول هرين الاستيعاب وإلا فهم موضوع أنكسو الشيكيني والمناقشة يضاد لغا فرية موضوعي تدريب واحد ليلسك كوباد من القائل كما يري اغدا كما يري سل بين العبارة وقائلها سل اسكو حريد حريق اسكو حريد بين العبارة هذا الكهال كنكو قرن يو وقائلها نكي يري اما قفك يري ده هل كهال عبارة باكو قرن واتوضب هذا هل كنوحا كو قرن القائل كي يري انو ابو بكر يهي اما عمر باكو قرن اسماء او اسماء بنت عميس وقبل دي حاس كي اين اي سيقيد دمي ابو بكر يا علي او بكر كدن بيسيب هل كهال كو قرن asbiin kii raay maxamed ibn bakr baa qoran afartaa qof hadalada halka ku qoran si uu kala yiraahdeen kii yiri hadalka xariiq isugu xid maxaa hadalka horeeyay waahid inna ibn al-walid ina walid wa khalid ibn al-walid la sayf wa sayf misyu fillahi kamida kuma yiri markii su'aal socotay umar buu ahaan ninkii kalmad daayir eegada hay ahaade ee rasuulka u bixiyay laakiin anagu uma arko rag abu ubaydi rag lamid ku jiraan inuu maamulka u qabto buur waayahay اتنين سألعبوا في الخارج وحنقو سوء عياري يا ديباد دي قولي كم عياريو يا يري السبيل انكا يربا مركي هذا الكالها ثلاثة أردت بذلك أردت محادو قدشي دابو يري يسير استخلافك إلا المضاح كاردقو أدقا وانحلك كقوريجيو كما تايري أبو بكر وعمر بالي أهرمهان أدو وديسي محادو قدشي دا مركي يسير وحنو قدشي دا إلا انحلك كقوريجيان دونيا هذي تايدا نقطبو لي أربعة إني أخشى على نفسي aan nafteedu waan u baqanayaa waala diini diinteeda wax yeelan uga yaabay hadan maamulka qabto waala aakhirati aakhirada waan uga baqanayaa kelmadaan ayay hadalkaan ayay cibaarada umar ba hadalkaan lahaa kayfa tajiduka asaacata imaga sidee tahay bal iska waran kelmadaan ayay asma bint umays ayaa markuu abu bakar toose ku tiri sita istakhlif boqornimada u dhiib oo xilka ku wareeji aba ubaydata aba ubayda u dhiib هو أمين هذه الأمة أمة ننكي وأمانة ضبطنا نبو شيقي وياني يا كلمة دانا يري كلمة دانا عمر باقول أو بكر تدريب تاني لا يسك لبعض أجيبك الجواب على أسئلة سؤالها التالية صوص عطا باختصار السكوبة نقول الجواب لماذا انقطع عمره عمر محوق بغنا هذه وقوق أي عن زيارة أبي بكر محوق أي وجيجارة دي أتمد يمنك سوق شوكو مشغولي لماذا طلب أبو بكر من عمر محوق عطصدي أبو بكر عمر محوق ويديستي أن لا يغيب عنه طويلا إن أنا بضل كما قلنا إن محوي ده هيقف وقاني أكتي لتشوك وحدون إنه كوري تشيب ما أمرك إسلامك نفتي سنة وحدريم يحنو بدلين يشرو ثلاثة ما رأي أبو بكر في الفي سدو أركي أبو بكر في حوالها نقالها مسلمين تسوق لها سدو أركي مرك مسلمين تلاقى يبينه وحوا أركي إن لاقى يبيه مرك مشهر لاقى قريه مسلم كي بريج هري سوق عليه مسلم كي مرك تمسس سمن كل هدو حن إسكال الدنيا هي أيود أربعة لماذا خالف عمر عمر وخلافه أما وقصه هرتشيستي أبا بكر في الفي وقصه هرتشيستي سقنا وحيري مسمى إنه قف إلهي يدين تيار رسولك الدفاع يا رسولك قرب تاعنا ولقي يكير رسولك وارك قوها سمي مايو ولا نو ولقي نقوى سمي مايو
خمسة ما رأي عمر في خالد بن الوليد محو أركي وحو أركي إنه سيف إلهي هاي لكن ما أمرك ركا قونا يكسني وكوتش روكا حق لي ولماذا الواحد محايل وحوي علي ذاتكي أصوكي فاحي دينتن أو عبيدة كميدي هاي إيا رقا لمدكا إنه هرتوك سيدو معها وإنه دبتوك سيدو ستة لماذا أراد أبو بكر امتحان عمر محو أدوان أبو بكر عمر امتحانه يعني ليستخلف بها دينه وخلافته وديبه الدوني أو دبنه حبوسي ويديني سبع أوات التطبادة لماذا أرى أبو بكر اختيار عمر خليفة محو أدواني أبو بكر إنه بقر نماذا محو خد دورته إنه بقر نماذا وديبه أما دولته إنه وديبه وحويان وحو أركي أنه أصلح الناس إنه يهبها غفقه وغفقه أود مامل إيه أركتي إيه على رضي جيدة إيه عدالة جيدة يكون عيدا بني كريم وها عمر ليلا مدينة أنجر ثمانية لماذا لا يحب عمر أن يكون خليفة محو عمر تعلان وإنه خليفة نقضه وحو بغي دين تيس إيه نفتي سيئ آخرين سوك بغي وبغي واكي شيء تسعة ما جزاء الإمام العادل إمام خدور نك مامل كما دحوين عادل نقضه محايله هو أبال جدا أن يدله الله يوم في ذل يوم لا ذل إلا ذل إلا ذل إلهي هركي سوسيا oo u hareeraya maalinta qiyaamaha oo todobada loo hareeyo ku jira arsiga ilaa harsada hadii uu cadaalad sameeyo qofkaas kayfa yixtaar muslimuun muslimiintu soo xulanayaan ama u dooranayaan khaliifatoom ninka u madaxda ah kama fahimta marka laaga saad ka fahamtay minna nas naskan dawa wada tashi wa wada tashi oo firso wa in istishaaro maaha bob maaha inqilaab maaha wada tashi iyo maareeyay doorasho mad ka dhacday weeyaan umad ay xulato inta badan nabariga hore waxa loo dhiibi jiray talada dadka ahlu xalli wal aqdiga ah ayaa bariga hore loo oran jiray ee aqoonta iyo aragtida iyo raayiga toosan lagu tuhmayo ayaa loo oran jiray dunka kulka hore doorta marka damana beeca la qaadi jiray beecadaas caan bahay in umad oo dhamay marka damana ka soo qayb gasho laakiin marka hore inay asteeyaan ama ay soo xulaan qofka madaxda noqonaya inta aragtida iyo aqoonta leh marka tadriib taalis layliska saddexaad waxa weeye ratib isku hagaaji oo isku habe alafkaara taaliyada fikrada soo socda xasba tasalsul ismani xasba tasalsul ismani sida istaba socodka xagga waqtiga tasalsul waa taxana azmani sida xagga waqtiga ay u kala horeeyeen isu daba dhigbu kale adigu imaga sida ay u kala horeeyeen isma daba yaalan way isku dhaxdaasan yihiin adigu kala saaro sidii waqti ahaan ay u kala hordhaceen isugu hagaajay u taxnaayeen u tax imiga maxaa qoran alif imtixaan Abu Bakar li Umar imtixaankii uu ka qaaday Abu Bakar Umar ba wasuulu tijaratu Umar min al-Yaman ganacsi yaba Musar oo Umar lahaa Yaman ka soo galay magaalada Madiina yimid jiim marad Abu Bakar Siddiq xanuunki uu la kulmay Abu Bakar oo ku dhintay dal qabul Umar al-khilafa inuu markii dambe Umar oo galay inuu maamulka qabto ha inqidaa Umar aan ziyarada Abu Bakar Umar oo ka raago maalmo ka maqnaa أما مدك مغنا أبو بكر الخلاف بين أبو بكر وعمر عمر هي أبو بكر أكل دونا كر أركتها في الفي نقارها مسلمين تي دولة الصواق راسد الله ما عمل إيوه يو أهل ردة تكوي دين تكبح حمل كنا بقول إنت إسال الله رقم إيوه يدقال كلو قاضي على لو قاضين يو خالد بن الوليد إن ما عمل كلو دبينا لو دبين حاجة عيدنك ولو عيدنك أويان إن لقد يعني مارته هو جاميها عيدنك ينكر ويكل دول أنت بقى زاي عمر سقو وحودي أبو بكر سقو خالد بوديبي عمر أبو عبيد بوديبي ويكل دوارين وصول عمر إلى بيت أبو بكر عمر وجري أبو بكر يمد رفض عمر الخلافة عمر إن ماذا حد إن ماذا لودي بديدي أنت هالسبب الواحد زوجها بيسا سدوك الهرية أسر كود سدوها بين سامرها وحدوها بين سقوه الري الخلاف بين عمر بين أبو بكر وعمر كل دوارين تحت علي أبو بكر أي عمر في الفي qaaraha dawladda sida loo qaybinayo dadka muslimiinta loogu qaybinayo gaar ahaan marka mushaharka loo sameeyo iyo ahlu ridaha sida loo dhaqmay kuwi gaalobay ee ka baxay diinta markii nabii qudhintay iyo Khalid bin Walid iyo ciidanka hoggaamintiisa way isku khilaafsanayeen horta kaasa u horeeyo maxaa markaa ku xiga waxa ku xiga marad Abu Bakr Siddiq Abu Bakr oo xanuustay isagoo khaliifii muslimiinta ah maxaa hadana ku sii xiga waxa ku sii xigaya wasuul tijaratin wasuul tijarat Umar min al-Yaman
وعمسر ولها عمر أو يمن كسو قري محاك سيحق أمرك هذا انقضاء عمر عمر أو كرهاقي أما كقوي عن زيارة أبو بكر أو كمشغولي تجارة محاك سيحق وعقوح سيحق وصول عمر عمر أمرك دبيمد إلى بيت أبو بكر مركد دمويمد محاك سيحق امتحان أبو بكر أو لعمر عمر بو امتحانه وحاك سيحق رفض عمر عمر أو ديدي الخلافة إن لو ليو مامولك محاو قدن بيا قبول عمر أو آخر كي أقبلي الخلافة إنو قبطو مامولك مسلمين سايسوها قاتش بكليم تدريب تا رابع مامولك وحنو جيدا ليلسك أفراد ضع علامة صواب علامة صحة واحد اكتا بجانب المعنى معنى هقرب لك معنى يو تشددا المناسب كوهبون للعبارة هذا الكو كوهبون عبارته وكلمة أخرى يسا كلاو واحد اثنين ثلاثة خدكم مرسين قاب قرصن حرك المري انت كوه سيسانا وقوة لك الحرنة وما هي عبارته رأيي أرقتي ديدو أما ثلاثة ديدو على يوم ما أنت كرأيي وأرقي عمر ورني ثلاثة ديدو بلا متى أمسي شري سيدي عن شري فكر كان قبي أم بام ما أنت نقبا هذا بس تحدا هو سيالة ألف يبا يجيم كأ تمعنا هاكو هبون أدوكو قادبو كلي أو تاسح واي وهالكا أفرقيس لها صح واي ورك واحد ويا أرجع معن هي سوحة ويا ألف تختلف الآراء أرجع تدا ضدكوا إسخلافته أموي كل دواناتها باختلاف الأيام هذه ما المهم يسبدلان ويعني واحد قف وبرجه أرجع تديسي يتحد وقت قدام بوي يسبدلان وارد عضايو قف مركو أما علم يجي سكرنا أما ويا أرنو يجي سكرنا أما الدأ يجي سكرنا وحي مركي هلا سو أرك تشري وحباء يسبدله تاعي واحد يسكون معنا عبارة ظهرة ما واحد يسكون معنا بق لي رأي أنو كل بقرك تبان لها في كل يوم ماني ولا بقرك تجارة يفكر كارا بان قبائل يفكر كيو ماني ولا بواسي كارا يا يو حاسكم إذا أرجع هراء رأي اليوم كرأي أمس جيم رأي ثابت رأي جي هو واحد سكان لا يتغير اسمه بدليه واسك كل يوم كأوضم بيا لصحيا مركا أو تحسه يسكم عنيه رأي اليوم كرأي أمس أرجع إذا أما ثلاثة إذا ما أنتو وحلم تاتيش علي يعني وحبا اسمي بدلين وي رأيقه قواب ثابتة وان بس بدلين ويان يعني مركا موضوع لقاها اللي قارب اتنين هاكو حقو قرن واتي أبو بكر الله إني أنزلتك أنا قوحا قد تجيي ونخاص وقاضي مزيلة النفسي نفتي دو أوكري لا تايضوك نفتي دو أدي قد انتحي سن نفتي دو أوكري كو مركا هذا الكلام معني سوحو قد ايه هاي منزلتي مثل منزلتك درجة دو درجة دو أوكري با وحو قد ايه هاي لا أخفي عليك أمرا wax arin hoon ka qariya ma jiro oo min umuri arimahayga kamida jiim ee wuxuu ka dhigan yahay manzili gurigaygu yishbihu manzilaka gurigaagu weeg yahay tala qaadiyo waati waata dhaxe waxa la oray la ukhfi kama qariya aleeka adiga amran arin min umuri arimahayga kamida qofka naftada oo kala ahay oo qofkaad wax ku qarsato ad wax walba u sheegto wax yar iyo wax weyn ad waxna kala tashato saas uu qofku naftada oo kala ku noqonayaa yaani ثلاثة إن الله لا يستحي من الحق يدنا وين وجوشرت عمر باكل مدايري إلى حقك كم حساده مرجع وما حي معنا هذا الكاسب وكل يسد حنا بلوك الدور موجود وجوش إذا ألف لا حياء في الدين دين تحشود كم تشرو دين تحشود كم تشرو باء أمر الله بتباع الحق إلى هو أمر حق إلا راعه جيم يصرح الله بالحق إلى هاي حق هو عذية أديرك كقاضي ثاودن بيسال صحيا وهو حق إلى هاي وعذية معنى دواسلا هذول لا إلهي حقا كم حشوده معناه يروح وي إلهي حقا وعديا وياه ثانيا المفردات والتعبيرات إما كانوا حويه وأريه مفردات هو كل كليا يتعبيرات هذا الله عرسه أو غف تعبيره صمينيه هل أبور وي وما تعبيره وهل أبور يعرس إيه غفه دليه فكرة تدريب واحد ليس كوبات سل اسكحر بين الكلمتين لبضع عليه حريق سوحر اللتين تأتياني معا لبضع عليه ايه وضع الصعودة لبضع قيبات كوك الاجرة وضعهما عدبان لبضع عليه وحد كوضع درتا في جملة جملة كدر من انشائك اضواء هال ابور كيدي هندسيه هذا اللي يضعي انشائك اصلا تعبيرة واضواء عرن يسو ومالك وراء ريال غسينية تعبير با مالك لصعودة او مالك لبضع عليه اسكميت كايس لدونته جملة اضواء تعبير كيدا اللي يضعي كل أحد ربع لقول، مركه أريج أهره وسيف بأهره سيفه، هل كأود ممحاك قرن الله باك قرن، سيف الله سيف إلهي، وخالد وكله
ayay magac u ahayd ibnu ba halka ku qoran ta u dambaysatay ku xigta maxaa ku qoran ibnu khattab balanaya oo umar ee weey umar ibnu khattab halkaas al imaam ba ku qoran waxa loo geynaya al aadil boqorka aadilka ah halka waxa ku qoran al aqabatu ba halka ku qoran aqabadii ama dhibtii ee al kubra balanaya ugu weynayd ba lagu daraya marka amin ba halka ku qoran al ummati ba loo geynaya amirul ummati ninka ugu aaminsan ummada waa abu ubayde adduunya ba halka ku qoran balaaqun adduunyadu waa sahay lagu gaaro maaragtay aakhiro iyo nolosha uun lagu jidmaro waa wax lagu jidmaro adduunyadu abu ba halka ku qoran xafsin ba lagu daray abu xafsin waa kunyada umar al qawiyyu ba halka ku qoran waxa loo geynaya mid awood leh al aminu wa aman leh intaas la isku daraya marka la walba saa isku geeyso mid walba ee xaq hoose banaana ee xariiq lagu dhibcaha leh laba walba isku geeyso jumla adu aad leedahay ee ku dar dabana tacbiir baa soo baxay hadal baa soo baxaya aad adu curisay oo isku xiran tadrib taani layliska labaad akmil dhamaystir al faraagati meelaha banaan bi cibaaraatin waxaad ku buuxisaa hadallo min inshaaika adigu aad curiso xaqun calayka wax xaqugu waa an adigu markaa ku dar baa lagu leeyahay iyaaka an yacni iska ilaali xasbi minka an waxay kaga kaafilan alaa nastashiiru miyaynaan tashanaynin fii ayaa lagu qoray laa tumayiz ha kala soocin calaa baa leeyahy maadaa taraa fii maxaad u aragtaa waxaasi adigu dabeedna u samee tacbiir adigu aad leedahay tadriib taalis layliska saddexaad maa macno tacbiiraati taaliya waa maxay hadalladan ama tacbiiraadkan iyo odhahahan soo socda samcan wadaacatan waan ku maqlay waanan ku yeelay yacni amarkaagana hongaasin weeye xubban wa karaamatan waa hadalkii cumar ta horna asmaa tii hadalkaana xubban wa karaamatan kalgacayl iyo iyo sharaf dib nafsan naftaadu yacni naftaadu naftaadu ha wanaagsanaato iska nafis weeyaan oon waxba yacni dhib ha isku furin weyxaka waa kelimatu torox ma lahay weyxaka waa yahay kelmad naxariiseed ruweydaka u kaadi ha degdegin xasbi haada intaasa igu filan erayadaana macnahoodu waa maxay waa sa aad garanaysa aan sheegayno alwaxdatu thaalitha waa qaybtii saddexaad iminkana aqaliyaatuna dadkeenna tirada yar ee muslimiinta ah ee filcaalam adduunyada ku kala nool adduunyada ku kala nool aqaliyaad haddaad maqasho waa dad muslimiina oo dal aan islaamku xukumin ama aanu lahayn ku nool baad aqaliya lama yidhaahdo dad muslimi oo dal muslimna jooga aqaliya lama yidhaah aqaliya haddaad maqasho waa dad muslimiina oo tiro yar oo dalalka gaalada ku nool dabeedna wuxuu yidhi aqaliyaatuna dadkeenna tirada yar haddaynu muslimiinta nahay ee ku nool maxay filcaalami adduunweynaha kala jooga dalalka gaalada jooga maa qabla alqiraati oo wixii akhriska ka horreeyey akhriska ka hor su-aalahana lagu weydiinayaa limaadaa yaqtaribu maxay u dhoofaan annaasu dadku muxuu u dhoofaa oo dalkiisa uu uga tagaa caadatan dhaqan ahaanba dadka maxaa dalkiisa ka kaxeeya hal yakuunu miyuu noqdaa aliqtiraabu ma yahay dhoofka addaakhiliyu ee dalka gudihiisa ahi aktara mid ka badan min aliqtiraabi dhoofka alkhaarijiyi ee dibadda limaada maxaa yeelay iqtiraab daakhili maxaa la yidhaahdaa magaaladaad ku dhalatay aad ku kortood ka tagto ood waddanka gudihiisa meel kale aad tagto waa iqtiraab daakhili ama barakac baa la yidhahdaa dalka gudihiisa xataa markay dagaaladu dhacaan ee gobol dagaal ka dhaco ee dadku ay ka qaxaan ee dabadna gobol kaloo nabadgelya isla dalkii uun ay tagaan khaarijina wana waddankiiba ka tagto waddankaagii oo waddan kala tagto dabeedyacni ma ka badan yahay buu leeyay ka daakhiliga badana dee daakhiligaa badan wuxuu badnaan karaa dee ninku waddankiisa intaasoo tiro ah ayaa gobolada masalan kasoo guura oo caasimada yimaada oo kasoo guura degmooyin ka yimaada oo caasimada yimaada ama gobolka shaqada la taga ka dhaqaalaha la taga oo dee aanu la weydiinin jinsiyadii iyo sharci iyo waxba toona wax lagu xidhayaana aanay jirin way ka fududtahay ba dee oo waa nin waddankiisu in jooga itniin undur eeg bisurcatin si deg dega ila nasi naska u eeg hadalka u eeg wa ajib ka jawaab camaa yeli waxa soo socda intaad kan si deg dega u eegto nasku waa xaggan soke waa aqaliyata fil waa hadalka haddan ku yaala bal isha mari buu ku leeyahy dabeedna su-aalahan deg degaa ka jawaab ee hordhaca ah waa maxay su-aalahaasi alif maa cadadu lmushkilaat waa maxay tirada dhibaatada dhibaatooyinka allatii dhibaatooyinka yuqaabiluhaa uu la kulmo almuqtaribu ninka dhoofay almuslimu ee muslimka ah ee u dhoofay halkii ila albuldaani alukhraa dalalka kale muslimka ahayn dhibaatooyinka la kulmaa maxay yihiin ba udkur sheeg anwaaca haadihi lmushkilaat noocyada iyo qaybaha ay kale yihiin
دباتوين كاس جيم ما أكبر هذه المشكلات دباتوين كا أولك كل ما قفك كم قن دبادها إيه دلالك قالها دباتوين كا تأجوي لوام حي في الرأي كسيادي وخلط حي لماذا ما حي أجوي لا تتاس دال لماذا يواجهه محو أولك كل ما أو ما أركي محو أولك كل ما يواجه ووجهه وغدقه يواجه أولك كل ما المسلم قفك مسلم كاه مشكلات دباتوين محو أولك كل ما في التعامل عن طرا يو الشراب وحل عبيو هذو دل قالت شو ولا كل ما وصو هذه شر هرب دوفار إيو وحال الجورعين إيو وحياه بضن إيو صو لما كل ما يخمر إيو وح لقي عامل لصورها عي إيو مشكلات بضن وحال لا كل ما وحياه أن حرارة هين أو ميسك سر صور دقو أما إنه متح على أبوه إيو دبتوين بده ما شرهم أقلياتنا دت كنا ترى ضيال في العالم يدون كنا ولا الدنيا ذكره واحد اقترب واحد رافي كثير انفر بضن ومن المسلمين مسلمين تكمل ضبع كرد رافي من بلادهم ودمدوا ذي بكرد رافين ما يرد رافين وما تحصل واحد لرد رافا طلبا للعلم يقو علم الدون يقو علم آني كهلين ترى الإسلام كسوق لسانية أو الرزق أما أرساق يشقو يقو دورنا يشق تجا أو نشر الدعوة أما الدين الإسلام كأنه فديان أو ترى الكجارة الجارسيان أيه رد رافان وكانت واحد هاي مركا الدعوة إن تدخل لغب باقه إلى الإسلام الدين الإسلام كإن لغوي يرى وحي أهيد أهم هدف وتشدد وقيمها بضم بي أهيد لتلك الغربة روف كاسيل روفيو وحي أهيد وحا أغو مهم سن إلا روفا يور رحلاتي سفرها دا لقلو في الماضي بريقي هوري إيدتكو أي سفران وحا إنت بدن لو سفري تري إن الدعوة دي الدين الإسلام كدلالك أو سفريان قارسيان تاسا أغو مهم سنان جرتي بريقي هوري وقد أدت واحدة بيدنا قليسي أو أي كانتي تلك الغربة الأوفكاسي دينتا لفديني مثلا إنسان ما أنت أقول بحان نمك لا تبليغه ما حيقول الأوفان إن بدن إن دينتهم في ديارو كلية وعدونا الأمة دونتان وحبرشة أمة دونتان دعوة دينا في ديار وكلية الأوفان إنت هصو يعني أفر بلوض هذي كبدن سنة إن يعني وريغان دينتا في ديار ساسي أهان شرتي ودعو شرتي مركا واحد كان تقول وقد أدت واحد على سي تلك التاسي الغربة الأوف كاسي إلى نشر الإسلام إنه دين الإسلام كوف الدو في كثير انفر بدن أو من أنحاء العالم الدنيا الدع على ذيده يهريره ذا يدا فيه ذا وفي العصر الحديث وقت كان عصبة إمك اللي تشوجنا استقر واحد دقي كثير انفر بدن أو منهم مسلمين تكمدا واحد دقين في غير بلاد المسلمين طلالك مسلمين تعال طلال أنا هين أو ضللك قال هذا أبي ضد بدنو مسلمين هي دجين، فأصبحوا وحي نقدين كل كميلها دجين أقليات ضد تغير أي كل نقدين فيها ضللك هكلا، إذا هو ضد يرى رح قال أم ضد كلا ضد تغير بيكون نقدين، ويواجهوا هذا وحي الله كل من ورأيك قوة المسلمون والمسلمين تأهي اعتراض ياري في بلاد الاغتراب والضمضاء يقول وفين قال هذا يش شيء ولا يهي، وحي الله كل من هم إيجا. هم إياك ضد المسلمين ترى وفي يو من أسلم يعد إسلامته ومن تلك البلاد ديار والضمضه كمدة ديار والضمضه كمدة أي دين تقاتم كمسلمين تطعن إن ضد دين تقاتئ كويد وفي مسلمين تأصل كها يكو دين تقاتئ إياك خبر تبع مشكلات دباتوين بين كل من عديدة تربضا من أهمها دباتوين كوحة وغبضا وغم مهم سن الله طابا كرا أولا كل كوجه رئيسة مشكلات دباتوين كيمادة عند ممارسة العبادة مرك عبادة الجدنيان تدك مسلمين تهي مرك عبادة سنيان عبادة ذو دباتوين وجه رئيسة هرت أكلك ولا نتامر كوجه رئيسة أود كنا يتجين عبادوين كودن بالله قمص ما يجيبي جدبا واثنين هذا من أكبر هذه المشكلات دباتوين كحق عبادة ذا وح أجوين أن المسلمين تدك مسلمين تهي لا يجدون مهلا أحيانا مرك قاركود مسجد المساجد يكون تكذام مهران أو مصلى أمام ميلا يكون تكذان أو مورعة للصلاة سيكون تكذا فيه ماشاء هرت المساجد أي كنت كذام بين أهلي مال غيابة مورعة لقط كذا بين أهلي مال غيابة سواء واحد يسكن إذا أكانها هذا في مكان سكنهم ماشي دقيان مثل هدول بي دقيان هدول كاسي ميلا لقط كذا ومالين قبل جزء أم عملهم أما ماشي كش غيريان هذو ورشة كش غيريان تصارن كسوقات أما الشركة دو شقينا هيو مير ألا ميلو قدتك صلاة الله قدتك لك ليبكو مجردو أم دراستهم أما ما يشو حقو برانيان هدي اسكول قران أما اتشامعات قران لو قمت تلقين ميلو قدتك دو تدكني متو كدام بقى
قبل قلت كذا ما جرت. وفي بعض الحالات حالتها حلية قار كود يوجد المسجد مساجد بالهلية بس ما لها قار ولا جهلة أول مصلى أمام مولع باكرة يرى المساجد هنا مولعة أي الهلية ولكن لا يوجد الله مثله العالم إنك أقويها كها العارف أي قاني بالدين الإسلام دين الإسلام كي قاني لجه لمايو نين علم له وحلوايا أقويها دينه الذي كاسو يرجع أولا صور نقدان إليه إسقى المسلمون ضد المسلمين تي في أمورهم أرمه ذا أولا صور نقدان دينه الصغيرة يرير أرمها يرير فضديو والكبيرة أرمها واوين مد النبا نين أولا صور نقدان أو أقويها مهليا وطاسنا وادي باتوين هداد ويدو عدو حقوطان طبع أما ذو حويديسو ومن ناحية أخرى دين عكلها دينو كأيقنو قد يجدو وحلقيا بأينا هلان بعض المؤلاء بعض المسلمين مسلمين تقار كمده صعوبة إني أديك لكلمان في أداء السلاتي إني سلاتي تكدان في أثناء أوقات العمل وقت يدى الشقد أي كتران إني سلاتي تكدان بين كواتك تلقيا با مهايري حيث هالكاس قوبتاسي أو تمنعوا أيديدان بعض المؤسسات مؤسسات كان لو شقيه مارتي يو الشركات شركتها أي وحي أديدان المسلمين ضد المسلمين تشقاله النقضة من الخروج إني بحان با لأداء سلاة إن سلاة شقد الحديد الله بحو وما بأقو الأدام با وقومي تلقلي وقت شقد الله بحو قف وحي كدونيان سديد ساعدود أو شقاءه أو حريقه سلاة دي باكو سوى بيقميسا لو ما بفصح يبا هدولا فصح بان قلي يانا شقد النواة تقبال عرنيا شقد إنك ما مارم هيو هدولا هدو أردي ويهينا سلاة دي ما قادي لبضع الروحي مثلا طهر كيبا قلي يانا وحرنيا تيوان تكري يانا أما أفرطوا على الروحية وحلونا يا كم بيحكرتي حسده تاتك ما حسدك قلتك ماشي دباتوين بأخلا كل مية ثانيا مركز غيب طلبات دباتوين كغيب طلبات وحوي المشكلات دباتوين المتعلقة لحريرة بقضايا الأحوال الشخصية الرمها قفك أقارك يتارى دباتها كتما هذا الرمها قفك أقارك دباتوين باكي ماذا ومحكواسي ثلاثة وقيمتي سد هذا يواجه وحي لكلمان المسلمين ضد المسلمين تي مشكلات دباتوين عديدة تنفر بضن في بلاد الاغتلال والضمد يقول روفان دباتوين بيك لكلمان آذو بضن وحقية لحريرة فيما يتعلق وحيابها لحريرة بالزواج قوركا قوركا نبيك لكلمان والضلاق يفرينك يوال ميراثي الحلقة إيو وعلاقة الأولاد إلا وحكم معمولة شرعي دلك هسا لولد تيكسنية وعلاقة الأولاد يحريرك كده حي أبطك بالوالدين والد كي أبطك حريرك كده حي أي دباتك لكلمان وضلك الدولة كتغن شره قوانين باك تاغن قوانين تانا إنه كساميسة للدونية شرعي بالغو سنة مواد ما تغنيسا وهو قال سنة مبالغو نيا شرعي قوضك هذه كلا اسكي كتك وتحاول وحي اسكود ديان وحي اسكود ديان تلك البلاد والضمضاء اللي تغيى القضاء إنه بابيان على هذا الجانب لنا عن إنه بابيان الثقافية القوانية الدين تقص ليسا يقف وقول رغمه هذي جور كتاعي هذي فرين كتاعي هذي دخل كتاعي هذي حليل كوالد كي ولد كتاعي قاب كيد دينه دلوقت رغمي أنا كتر تنام بيدوني يعني يق أو كل شيء استعمل كهرباء محي أصلاً يعني هذا حتى يدوب سأقوم من المان المسلمين ضد كمسلمين تاعي في المجتمعات أمضها الجديدة العصب أي أتجين أنا الدين تودي رغم كود قاتم بيدوني يعني وتودي أي لبنان تبعنا واحد أقر شيء يعني سأنا أقول رغم كريم الدين تودي ويؤدي وحو دليا ذلك هرنتا سوحا كانتا الى اثار رادد بك تكتا مرك دم ارماسي حضيره هلس اي كتكتا منها وحا كميدا الف اضعاف سلطه الاب وحا اضعاف سلطه الاب وحا لا ضعيفيا اما لليدا اودي ابها والام يهويد اي كلهاين على اولادهما عرورتود اودي كلهاين با ضعيف لا قديقا او لا قادا غبيغيدبا وحلونا يا المها لما دي لكرو لما حد لكرو المها حلونا يا تليفون كاسات هيستا بوليس كسكو دفو هدي ابها كولا هادلو هدي هويدا كولا هادسو و كو دفريا ناي ناي بو كو دفنيا و لو غلو بوديا حلونا يا لا هادل كو يري المها ير لما حد لكدي جيل خلو غوتوري ادغي هدا سي واس المي ولا لو وريغي غيبيس كريستا لو ديبيا ما حد لكرتي المها غي ما ادبن كرتي قانون كو ودو حكومه او غلو لا غلي ضعيف فاتحي هذا صوت دونتي دعرتي قرار كبوه هو يلقونه مركا المهل كرت المهاجة
aan dawlad ba ka masuula adigu la joogun ayaa lagu oranaya laa takunu uma sugnaanayso xaq uma leh lil aabi aabihi qawaamatun maamul fii beyti gurigiisu ma maamuli karo gebigiisuba hooyadaa maamulaysa lacagteedaa loo dhiibaya taa gambooyinka yare siiya lacagtaa loo dhiibayaa kol haddii lacagta loogu dhiibaya adduu caruurtaad ku jiraysaa un oo nusa saacaha iyagaad weydiisanaysa ilaa xama haysatid oo iyaga awood yeelanaya maxaa ilaahay yihi qur-aan kariimka alrijaalu qawaamuuna cala annisaai raggaa maamulo dumarka bima fadla allahu bacdahum calaa bacd ilaahay awoodda dheeraadka ragga uu siiyey xagga caqliga iyo xagga go-aan qaadashada calool adeega iyo hogaaminta iyo dulqaadka waxyaa badan bay raggu kaga fiican yihiin dumarka inta badan oo hogaanka loogu dhiibay iyo bima anfaquu min amwaalihim xoolahay siinayaan lama kala reebayo haddaad xabbi xumad cidna ma maamuli kartid aladii yamliku waladii yaxkum ninka wax haysta yaa taliya inanta gabadhaa loo dhiibaya macal wuxuu odhan macal intaad yareed aduu xamli waad cabaysa waad cunaysaa dabeedna waa lagu maamulaya adiga awoodaad wax ku maamusha mali haddaad suwaashana waa laga dhex qaaday adiga waa lagaa tuulaya jim ijraau zawaaj waxaa lagu socodsiiyaa guurkii madaniyan waxaa laisku guursanayaa sharciga dalka ee qaanuunka lehe madaniga ah ee dalka u yaalla laisku guursanayaa ee laisku guursan maa shareecada islaamka ee qaanuun baa u yaalla dalka kaasaa la waafajinayaa guurka walaysa wafqa shariicati alislaamiyati diinta islaamka lama waafajinayo oo ma odhanaysa waxaan isku guursanayna waxay kuu diideen qaar badani inaad si sharciga isu guursataan oo xaakinka dalka ayaa la odhanayaa isu meheri adigu dabeedna sidii isagu yaqaanu san islaamka maahee isugu meherinaya isagu daal waxaa ka dhalata oo dhibaatooyinka ka mid a zawaaju lmuslimati min gayri lmuslim gabadhii muslimka ahayd inuu nin aan muslim ahayn guursado oo la odhanaya looma diidi karo diintana kuma banaana ilan wa awoodaha meesha yaallay waxaa ka mid ahaa dalaaqu lmar'ati gabadhu inay furi karto zawjaha ninkeedii bay furi kartaa oo waxaa la odhaya ninkuna wuu iska furi karaa gabadha gabadhuna waa furi kartaa qof waliba oo xor ayaa u qoran iyaga duuna raqbatin ninkii oon jeclayn ayaa la odhanayaa muxuu ahaa gabadhii miyay nacday haa waad furaysa waa furaysa marka ninkii waa la furaya markii la doono diinta islaamkuna taama ogolaa wa cadamu qudrati zawaaj qofku awoodu ma leh inuu guursado cafun wa cadamu qudrati zawji ninku awoodu ma leh cala dalaaq ma furi kartid baa la odhaya gabadha haddaad guursato waa nidaamka u yaalla ilaa biwaasati lmaxkama maxkamadood la timaado mooyaane maxkamadun baa kaa furi karta cidlo kuma furi kartid gebigaa gaba awooddaana malihid maxkamadun baad imanaysaa aad odhanaysaa gabadha iga fura laakiin aaduu ma furi karaysid hadday kaa furi weydaana ma furi karaysid hadday xataa maxkamaddu ku diido ma furi karaysid maxkamadun baad ku furi kartaa iyadun baa awooddaa leh waaw manci tacadudi zawjaad waxaa lagu ogolay inaad dumar badan guursato gabadhun baa lagu ogol yahay diintaaduna afar bay ku ogoleyd wa in kaanad lahu daruratun xataa hadday baahi jirto ninku baahi leeyahay sharciyatun baahi sharci oo looga garaabi karo gabadhiisana hadday xanuunsanayso haddii ilaahay idmo hadday ka gabowdo haddii ilaahay idmo hadday uba fasaxoota waa riga tag oo iskaba guurso oy ku ogoshahay baahiyo kasta hadday jiraan laguma ogola sharciga waddankan ku ogolay aa tagtay dee ilaa adaa doontay zaay tawsiicu lmiiraas waxaa lagu qaybiyaa dhaxalka wafqan qaanuun lmadani xeerka madaniga ah iyo xeerka dalku leeyahay ayuunbaa oo ragga dumarka haddii doono isu lekaysiinaya sida u xeerka gaalka kaa gaaladu si u yaallun baa lagu qaybinaya walaysa wafqa shareecati islaamiya lama waafajina shareecada islaamka waxaasoo dhan baa ka dhasha thaalitha mushkilaatu tacliim waxaa kaloo jira dhibaatooyin xagga aqoonta iyo waxbarashada ka yimaada xagga waxbarashada arbaca waa qaybta afraade yuwaajihu waxay la kulmaan almuslimiina dadka muslimiintii mushkilaatin dhibaatooyin cadiidatan tira badan fii tacliimi abnaa'ihim markay ubadkooda iyo inamadooda ubadkooda markay barayaan fii bilaadi liqtiraab dalalka ay u dhoofeen haddii dadka waxbaraysa yidhaahdaan dhib bay kala kulmaan fa nisbatu abnaa'i lmuslimiin marka la eego beersantka dadka muslimiintu ay dhaleen alladiina xasaluu kuwaasoo qaatay cala shahaadaati aljaamiciya shahaadooyinka heerka jaamacadeed qaliilatun way yarihiin jiddan aad iyo aad haddii la eego dadka muslimiinta ee jooga dalalka gaalada gaar ahaan reer galbeedka ee shahaado caruurtoodu ay qaateen waa tiro yar gebigeeduba maxaa kama ana kahiiran sida in badan oo min abnaa'i lmuslimiin caruurta muslimiinta ka mid ihi laa yukmiluuna maba dhammaystiraan marxalata tacliimi alcaam marxaladda waxbarashada guud sekendarigaba ma dhammaysan karaan intooda badani maxaa yeelay waa adinkaa arkay kuwii soomaalida dhaqan celista un lagu hayo iyagoo naanaa unbal inagu soo celiyaa un
tadnimada dugaagnimada ka tagay dhanka garna ma taaleena male war meeli wax lagu soo baraday la sheegay bay joogaan maxaa ku dhacay waa qorshe siyaasadeed oo loo digay oo aanay ka suura galin uma soconayso waa xanibeen waa dadkan waxa loogu talagalay dawa dad deersaday loo tagay inay ku dhaxanaanaadaan iyagii waxa dhaleen oo loogu talagalay marka la asbaabin cadiidatin sababo badan baa keenay ardaydu waxba u baran waayaan منها واحد كم إذا عدم قدرتهم مرة قالوا حنا أود بولهين على الاندماج يعني ده كلام بقى في الجو الاجتماعي جوجا حبك دقنك دقن دقاره في المدارس مدارس دقن بقى كتير لقدي بقى عقبضة دقن كم بقى مدب كيف بقى عقبضة هذا هو فرزو مدب كيف لو جوت كوريا أو واحد لو جوت كوريا لقدي بقى دبعته أي عقبضة كون قنيسة وهذه لها يدمو لا فل كي واحد برشة هي ده حق الكريم وماشي واحد برشة لو جبرني لو مو بقى ما بقولي كرتيد، هو دلالة ما لقوا قلنا مالها مالها كون هوسب مويه مالها سرق، تعلمت هذا الكذي شو تيو، مركها شوي أهم بانو ده حقي الكريم بقى، أو هالكي بحبرشة في عن التالي، تدك تيجي كريم متين، حتى الأختر كان ماشي مهم كاي، أنا لقوا قلنا مرة بعدين، أو مالها تدك وضد كلي أي شوقة، أو لقوا ريحة يا مالك هذا، تهوا لقوا ريحة يا، أو لفقر يا أباهم، أما أبي يشود بمو حبه هيسمع، هو حبه هيسمع، تحسن وايد على، فيخرجون ويكبح عن كل كا. marka faqriga wadanka oo ka jiro xaafadi meel madaris iskuulada ka baxayaan la yaacmalo si ay u shaqeeyaan min ajli xusul si ay u helaan ala mablaq qaliil hanti yar inay helaan oo meel maali xoola ah tahtaajo ay u baahan tahay ilahay inta yar al usratu qoyska ay u baahan sabadna inamadi iyo ubadki iyagu tacliinti ma si wadi karaan inta ka baxaan bay shaqo u galayaan ama baska baabu gaariyada ha masaxaan ama hal taksi yar halka xeeyaan ama meelaha meereystaan dadan yaani waqti uu weeyay ay meelaha ku dhex meereysanayaan tana xirba isoo heliya gacanta loo saaraya intaas xafada uu keenaya wax Allah wax baranayna ma jirto marka halkiisana uu ka barto oo umada dhex rooro ayaa de u wanaagsan inta halka ku musallafi laha halka uu ku baabey laha khamsa hawlo waxa isku dayeen al muslimina dadka muslimiinta ahi fi bilad al iqtiraab ay joogo dalalka ay u dhoofeen shisheeye تعليماً أم بنائهم إنه أبد كود البران اللغة العربية لغة العربية إن كل دالان ضدك عربية أي كود دالين ولا جو وح أي مجن جلين ومتنت هو كلفتي إلى وسائل والدوين عديدة تنفر بضم بأمرين في ذلك سيدت كود أفك عربي قبر الحياة واسمع قتلك الصومالي قبر دبتك هاي سيدمك ودم ذاك اللي تشوفه إن أف الصومالي قبر بابك كريت كوا وهذا رجس إن إيه أبيه نسبة أفكرني بمال وصعود هذانا وسلك جديد منها وح كمدة مساعدة أبنائهم إن يكون كتاجرا أولي بودك أقانت له وين دكتني عربات بقى من هالكين لودي شيء بدنا رجع كهلا يا يجو إن الأعمدة أقانت له إن أبد كود كتاجرا أبياش يوالدك على حفظ أجزائين إن قيب حفظان من كتاب لها كتاب كلها قرآن قا سعره وقول بيراده وبعد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث الرسول كا إن كمل حفظ سيان سعره وقول بيراده دينته والحديث هو حكولة شاكيستان معهم يجا عروت هو حكولة شاكيستان في البيت مرك جوري جتكان باللغة العربية تعرف عربي كلها الله إلى والد كبا يقانه لا باللغة البلد تلك أي دقيهين أفكيس كل ما هلا الذي تلك يقيمون فيها أي دقيهين مرك صور روحان واحد هذا نعرف كل واحد نقام ممنوع أف واحد يقول أف عربي هلا قول هلا تلك الصومالي حلا أف صومالي بنقول هلا هنا هو يدي أبو عروت هسا كبريان كود ذلك ولي بكود ذلك بدن سأني اللغة أقل من لكن كانوا أقل من وما دوني أنا ولابين إنك استون لكري، ومال أنا قفقة أقول، تلكي سمن نقطة، واحد كله هلا، مرك صور نقطة أنا سوي ما دام جوري، أنت جوري قلت شغلنا، أفكر أول شيء ما كله هلا، عربي جاها، أو رسالهم أما واحد بيودران لتعلم العربية تينا في عربي كسب برتان، في المساجد كوي على طلال كا رجال بيت كي كوا أي شغل، في عضلة نهاية الأسبوع فصح ويج آخر جزء، سبت دي أحدا أي فزحين، مرك سبت دي أحدا المساجد الجيان. si ay dadka carabiga iyo culimada wax uga soo bartaan afkiina aan uga lamin mujtabaaca carabeed ee isugu imanaya ama carabiga yaqaana ay u dhex galaan labada cisho halganka waxa ugu jiraan afkiina ilaaliyaan waahyaan mararka qaar kood yadlubuna waxay ka codsadaan min wasaaradda tacliim min wasaaradda tarbiyada wa tacliim wasaaradda waxbarashada waxa weydiistaan fil bilaadi ee wadamada ka jirta allati yuqimuna biha wadamada ay degan yihiin wasaaradaha ka taliya ee tacliinta ay waxa weydiyaan تخصيص حصص إن حصص جار لصيو في اليوم ما أنت الدراسي ما أنت وحبر شيء سكول كتشوغان إن لصيو حصص جار لتعليم اللغة العربية سيف عربي وبرتان وحي لهذان أنت وزارة تجان وحن وزارة كعصرينا أنا جعرور تيجا في عربي وي أيوب بهنتهاي
xista dheeradaha loogu daro oo af carabi ay ku bartaan wasaaradda ka codsadaan dalalkaa taana way sameeyaan wainshaai madaarisa waxaa kaloo ay ka codsadaan inay samaystaan madarasadu khaasatan u gaara oo dadku ay leeyihiin oo litaclami luqata alcarabiya luqada carabiga lagu barto waxay yidhahdeenta wasaaradda tagaan waxaanu wasaaradda ka codsanaynaa madaarisada caruurta aanu af carabigeega dhaqankeega diinteeda ku barno hanala siiyo oo ay weydiistaan oo loo ogolaado marka qaar walwaaqicu haddaba sida dhacday waxa weye waxa dhacay waxaasoo dhammi iyagoo jiraan anna tilka alwasaa'il waddooyinka hal la maray oo dhan iyo dadaaladaasoo dhan maca ahamiyatihaa iyagoo dadaalo qiimo badan ah lam tadac may samayn xallan mufiidan xal faa'iide keena may samayn waxa maxaa keenay imika daad hadduu socdo ood yaro camuuda dhigto soo inta yar kolba ma qaado un waxa weeyaan daad baa jira dhaqankii bay-ada iyo maaragtay dadkii iyo iskuulladii ku jireen iyo ummaddii ayaa ka xoog roon waxaan yar garafgarafkad ku hayso daad baa qaadaya ummaddaa bedelaysa mujtamaca waxaanaad qofka u sheegaysa muu arag meel lagaga dhaqmaya ma arag afal meel laga hadlaya muu arag ummaddan ilaahay buu dhex roorayaa itixaan buu ku arkaa daba socdo uun oo maaragtay kadeed ah oo ummadda ka hadhay oo mutaakhir ah oo maaragtay dib u socda ilan waa ilma yare ummaddii baad ka duwan tahay midab ahaan dhaqan ahaan baad ka duwan tahay diin ahaan baad ka duwan tahay bay-addii oo dhan baad ka soocan tahay isagu ummaddanu la dhasuu garanayaa marka qof itixaan buu ku arkayaa waxaagana xataa faa'iido badan inta badan warni warni maxaana daba dhigay ummaddiiba inuu ka atreebaysu moodayaa dabeedna xataa ilmihii inuu kaa qaadan baa laga yaabay leedaha meeshaa la tegay litalka mushkila mushkiladii xal waxaan uma noqonayaa inta badan inta badan raabican almushkilaatu alijtimaaciya waxaa jira dhibaatooyin xagga bulshada ah oo dadku ay la kulmaan si tawaa qaybta lixaade min ahami lmushkilaat dhibaatooyinka waxaa ka mid ah alijtimaaciyati xagga bulshada ah alatii dhibaatooyinkaasoo yuwaajihuha ay la kulmaan almuslimiina dadka muslimiinta ahi fii bilaad aliqtiraab markay joogaan dalalka sheeye maa yeli waxaan soo socdaa ka mid a alif waxa weeye ka koowaad alikhtilaad in raggiyo dumarka isdhex qaadaan hayru lmashruudi oon shardi lagu xidhayn dad wada qaawan baa kugu soo dareeraya gebigaaga waan kaa beenayn oo ku dhex qaadaya oo isdhex socda tubiixu waxay baneeyeen oo ogoshahay mucdamu bilaad aliqtiraab dalalka sheeye ee loo dhoofayo intooda badani alikhtilaad inay isdhex galaan bayna rijaal ragga iyo wanisaa dumarka duuna qaydin bilaa shardi alla wax kale joojinaya ma jiro waa xoolo isku soo dareeray un mushkiladaasaa markaa jirta wax alla waxaad ka qaban kartaana ma jirto oo ummaddaa ilaha isdhex yaacaysa haddaad taa maxaa iga bayr baa lagu onaya meesha iska bax walilislaam islaamku wuxuu ka leeyahay mowqifun go-aan mukhtalifun ka duwan fii mawduuci alikhtilaad arrinta ku saabsan isdhexgalka go-aan ka duwan kaa gaaladu islaamku qaba oo looma ogolo in isdhexgalo fa huwa islaamku laa yubixuhu isdhexgalka ma baneeyaba ilaa cinda daruurati inay baahi timaada mooyaane baahi laysku dhexgala inay timaada mooyaane wa bishuruudin baana ku xidhan baahidu markay timaadana shuruud qaabka laysu dhexgeliya shuruud baa ku xidhan baa alxijaabu dhibaatooyinka dadka muslimiinta haysta waxaa ka mid ah arrinta xijaabkaa ka mid a laa taqbalu ma ogolaadaan almujtamacaatu ummadaha hayru lislaamiyatin islaamka aan ahayni fikrat alxijaab fikradan xijaabka iyo niqaabkan iyo waxaan la xidhan yahay maba aqbalaanba waxay u arkaanba wax kale way ka boodayaanba watuxaaribu way la dagaalamaan kahiiru nin fara badan baaba la dagaalanta oo mina duwali dowladaha kale ka mid a ee gaalada ah biwasaa'ila waddooyin bay kula dagaalamaan cadiidatin tiro badan bay kula dagaalamaan say ula dagaalamaan waxaa ka mid a u fiirso bixaysu sibay ula dagaalamaan yasiil arrintu waxay gaadhaa fii bacdi alxaalaati xilliyada qaarkood waxbay gaadhaaba ilaa dardi daalibati in laga soo ordiya in laga soo eriya ardayada almuxajabati ardayada xijaaban meel madrasati iskuulkaa laga soo eriya waxaa laa dad isqaraysay naga tag waxba kuu dhigi mayno oo iskuulkay ka soo eriyaan wa dardi lmar'ati alcaamila gabadha shaqaysa waxaa laga soo eriyaa min camaliha shaqadeeda waxaa loo dhaha dad xijaabanta shaqo kuma hayna naga tag noloshiina uma suuroba si shaqlaan iyo waxbarashalaan dadkii oo dhibaataga la kulmaysa ida in lam tatruki lxijaab haddaad xijaabka aanad ka tegeyn tag baa la odhanaya xijaab anaga nagula joogi mays waxaa taaba ma garanayne iyo waxaad noo qarinayso dabeedna way eriyaan shaqadii bay ka eriyaan tacliintii bay ka eriyaan labada qof ee qofku ka tamariyaan waa shaqadii tacliintii dabeedna markaa qofkii inuu ku noolaado cidhiidi buu gelayaa nolosha jiim waxaa ka mid ah acaamu sharaab dhibaatooyinka muslimka soo gaadha markay dhoofaan waxaa ka mid a xagga cuntada iyo cabidda lilmuslimiina muslimiintu waxay leeyihin nidaamun hab bay leeyihin khaasun u gaara fii tacaamihim cuntadooda wa sharaabihim waxay cabayaan oo sharaab aan xalaal ahayn baa badan cunto aan xalaal ahayn baa badan oo muslimku ogolay fa hunaaka halkaa waxaa jira caalamka waxaa jira ashyaa u arrimo waxyaabaa jira qaliilatun yar baa jira ma badna oo la taxilu lahum dadka muslimiinta aan u banaanayn baa jira inta badan way u banaantahay laakiin in yar oo aan u banaanayn baa jira.
ولهم وحي هذا بلين ضد المسلمين تي طريقة وطيها خاصة أجارة ويمران في الذبح مركب وحجور عيان قاب وحجور عنا ما شرته ولا ترى عالم إلى لي قاب كاب مسلمين تدونيان في البلاد الغير الإسلام مسلمة وضض وضمض عن مسلم كان سدأ ومجور عن مركب هيلب كيل عني ما عني خران ضد المسلمين تحرني وحني وحي يا سما تبدو حيل دال واق وضم بيه وحول الدفن الموتى تذكر أنت آس كيسنا دبعتها كلاسو جدبنا تذكر قال الله نو يواجه وحي لكل من المسلمين ضد المسلمين تاهي في بعض البلاد ودمدا قاركود وحي كلاكل من مشكلة كبيرة دبعتوين بيك لكل من فيما يتعلق وحل حريرة بالدفن حق آسك فالإسلام ضد دين الإسلام هو يوجب وحي واجب كذلك تي السرعة إن لو دقدو في غسل الميت ميت كإلا ميرو وتكفينه إلا كفو والصلاة عليه إن مركب اللي قلت كده وعدم وضعه هنا على الجرينين في صندوق هنا صندوق لو حرين ميتك أو تابوت واسكب التابوت أو سحرة أما سحرة هنا لو حرين سلامكم ما أقوله قرارة للجرية إيو سحرة لو حرين إيو ميت لهورسدة إيو ما أقوله مركب هلا مره هلا كفو بلي إسلام وفضلا عن ذلك هل أنت وحسي دير ربما لا تكون للمسلمين أحيانا مقابره وحبار دعي كرتا إسكده إيو مسلمين تنا حوارا لغو آصابا إنا نكولا هين كيبي قبل ماشا خاصة بهم أود مسلمين تاو قارا ووحا كاكسي عادة لغو لهذا قارا داستون كودح آس قفكاك مسلم كاها داد آسيسو مسلم كنا مو أقلين داتك حوارا قارا دا لغو لح آسو عديدية داسية داتك مسلمين تاكلا كل مان مركة دوفان اتغان دلال آني قرينو قارا والله أعلم بالسواب بالله توفيق.